تجمع دولي جديد على أرض مصر، هذه المرة مع اجتماعات البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والتي جاءت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثنى على دور البنك كمؤسسة تمويلية كبرى تمول المشروعات في أكثر من 35 دولة على مستوى العالم، مؤكدا الحاجة لمزيد من هذا التمويل منخفض الفائدة، بخاصة في ظل التحديات الدولية ما بين اقتصادية وسياسية، إضافة لتداعيات جائحة كورونا وما بعدها، والذي فرض واقعا عالميا جديدا. أكثر من 44 مليار دولار ل 35 دولة ل 232 مشروع، ده أمر رائع وعظيم، ولكن يعني اسمحوا لي أنا بسجل هنا أن هذا الأمر محتاج لمزيد مزيد مزيد من التمويل منخفض التكلفة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي مرت على العالم خلال كوفيد 19 سنتين، وأيضا الأزمة أو تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. يعني عايز أقول إن في الظروف الاقتصادية الصعبة ديت اللي بتمر بالعالم كله، يمكن تكون مؤسسة التمويل متعددة الأطراف يعني محتاجة تضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة حتى تساعد الدول اللي هي الاقتصادات الناشئة وحتى الضعيفة في ظل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها. ورغم هذه التحديات وعلى مدار سنوات ثمانية حرصت مصر على سد فجوتها الهائلة في مجال البنى التحتية والأساسية كتجربة مميزة عرضها الرئيس السيسي أمام الجمع الدولي، والتي أهلت مصر لتكون دولة ذات بنية أساسية جاذبة استثماريا وقادرة اقتصاديا. تجربتنا ان احنا انفقنا اموال هائلة لبناء بنية أساسية متطورة للدولة تستطيع من خلالها أن تتقدم إلى آفاق ضخمة جدا من التنمية في المجالات المختلفة. كان مسارنا أن احنا قلنا كدولة هي اللي تقوم بهذا الأمر وتوفر التمويل الاستثماري المطلوب، وده احنا مش بنتكلم على مليارات، احنا بنتكلم على تريليونات من الدولارات والجنيهات تم إنفاقها خلال الثمان سنوات لبناء هذه البنية الأساسية اللي احنا نقدر نتكلم او نقول بمنتهى التواضع دلوقتي انها بقت متطورة قادرة كافية للانطلاق لمستقبل افضل اقتصاديا. 5000 شركة قطاع خاص عملت في مشروعات الدولة بترجمة لرغبة حقيقية منها وحرص على قيادة القطاع الخاص لركب التنمية، وهو ما ظهر جليا في عديد الإجراءات التي اتخذتها الدولة. كل الاستثناءات اللي كانت بتتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغاؤه تماما حتى نعطي العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع. النقطة الثانية، تم إطلاق أكثر من 22 قرار أو إجراء الهدف منه تحفيز تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية. النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها إن إحنا أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية عندنا يقرب من 140-150 مشروع، قلنا إن إحنا هنعطيهم حوافز تصل إلى إعفاء ضريبي من 5 إلى 10 سنة للشركات اللي هي مستعدة تعمل معانا في هذه المشاريع اللي احنا مدينها أولوية. مشاريع عدة أعطتها الدولة الأولوية، ولا زالت مشاريع لاقت الإشادة من قبل مسؤولي البنك الأسيوي، والتي رأوا فيها الامتداد لعظمة التاريخ والحضارة المصرية الفريدة منذ عهد أهرامات الجيزة العملاقة وصولا لقناة السويس الجديدة. هذه المشروعات التي يتم تقديمها في الوقت الحالي بدعم شديد من فخامة الرئيس، والذي يشكل في الحقيقة التأثير التحويلي لمشاريع البنية التحتية جيدة التخطيط والتنفيذ. وأود أن أقول أن التأثير التنموي لهذا المشروع وغيره من المشروعات استثمارات البنية التحتية المصرية مثل العاصمة الإدارية الجديدة واضحة وجلية. ولهذا جاء التأكيد من وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الأسيوي عن مزيد من التطلع للتعاون مع البنك في مجالات عدة. نتطلع دائما إلى زيادة وتعميق أوجه التعاون بين مصر والبنك في مختلف القطاعات، ولعل أهمها زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخاصة بالبنك عن طريق توسيع دائرة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وزيادة تركيز التمويل
على مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروع تغطي العديد من القطاعات، أهمها قطاع البنية التحتية الخضراء والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا بقيمة 44 مليار دولار في 35 دولة من دول العالم. في أوقات الأزمات، إما التحرك أو الثبات، اختارت مصر خيارها الأول دائما وهو التحرك صوب البناء والتنمية، وحلقت ببنى تحتية أضحت قوية وقادرة على جذب فرص الاستثمار التي تؤهلها لاستشراف مستقبل واعد اقتصاديا ودوليا. سارة متولي، التلفزيون المصري.